بالنسبة للجريمة في الأحياء الشعبية نتج على سوء توجيه ديال الأطفال وعلى الأسرة اللي هملت الدور ديالها من جانب آخر. التعليم له دور ثاني، السلطة لها أدوار، فالإهمال ديال الشباب هو اللي يجعلهم يندفعوا للجريمة. وسائل الإعلام الأجنبية اللي تبعوها ولادنا سواء على صعيد الانترنت ولا على صعيد اي المجالات هي اللي قضت على الشباب ديالنا، الشباب المغربي بالخصوص. حنا الجريمه كانت كتقل في بلادنا، ولكن اليوم ولات كانها شيء طبيعي. فالاحياء ديالنا احياء فقيره، شكون هذه خصها التأطير، خصها التوجيه، ولكن الكل رمى الحبل على الغارب، الكل تخلى على مسؤوليته، من الأب، من الأسرة، من المدرسة، من السلطة، المسؤولين، كل شيء حق. فالمجتمع كيتدمر يوم عن يوم إذا ما خديناش بعين الواقع من هذه القضية اللي هي كتستفحل يوم عن يوم، فسيكون الدمار الشامل. والضمر الشميل هو ملي كيمشيو شبابنا كيضيعوا، ابنائنا كيمشيو، اسرتنا ملي كتولي كتخرج وانت خائف، كتلقوا هذوك المدارس وانت خائف عليهم. فهذه هي الكارثه العظمى. ولكن وخاد كل واحد المسؤوليه ديالو على عاتقه كما ينبغي، وحاسب نفسه لما وصلنا لما نحن عليه الان. فالكل تخلى عن المسؤولية وحط الهديد، حط الشباب للشارع يتخدر، يتقرقب، يعمل أي شيء. المخدرات كتدخل من طريق الجزائر على رقيب ونظر، وعاد كنحاسبو كنقولو هو دخان. فهاد المشكلة هذه هي اللي دمرت المجتمع، سواء في الدراسة، سواء في كل شيء. حتى الأستاذ داخل المؤسسة ولا كيخاف على نفسه. أول شيء ملي كيهضر مع التلميذ كيسيبو لابيلو الجنوية، وجات الأسرة ديالو حتى هي كتحمى. فهاد الظاهرة طغات في المجتمعات ديالنا، لأن مشى الحياة، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت، إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. مشى الحياة، مشى الأخلاق، مشى كلش. فالإنسان إذا ما تداركناش هاد الهوة اللي حنا واقعين فيها، ودي واقع فيها العالم العربي والعالم كله، ولكن كنهضر حنا على أمة إسلامية اللي عندنا دين وعندنا تقاليد وعندنا مبادئ وعندنا أخلاق. فالكل سيحل به الدمار. السلام عليكم خويا، أنت سولتيني على الجرائم ديال السلا، ياك؟ الجرائم أخويا ديال السلا أكثر هي ديال الشباب ديالهم، ما خدامين ما ردامين، بنادم ضايع هنايا مودر، تيقلبي على الطرف ديال الخبز وما لقاش، واش فهمت؟ كيفكر بنادم يحرق، من ما تيحرقش صافي تيفكر يدير شي جريمه، يسرق، ينهب، يدبر على راسه، واش فهمت؟ دابا خويا حنا كنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا زوين ويخدمونا، باش ما تبقاش كاع الاجرام كاع في سيدي موسى. يا سيدي موسى منطقه نقيه، الله يعمرها دار الناس ديالها، الله يسهل عليهم، الله يعمرها دار. ولكن اخويا راه خاص الناس يشوفوا حاله الشباب هادو، راه ما خدامين ما والو، ضايعين. وبغيت هذا الميساج هذا يوصل عرفتي للمن، حق الناس اللي تتموت، الله ما نكذب عليك. هنايا راه كما قال واحد الشيخ في واحد الخطبه، اقسم بالله ما نكذب عليك، كيقولوا ليه الشيخ يحيى، قال لهم والله ما كنتي ديب وصلت سيدي موسى هذه تياكلوك الدياب. وشكرا لك وتهلنا في راسك.